أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا. لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. وقلنا إن الأشياء التي طالب بها كفار قريش رسول الله، وقلنا عنهم أنهم الدستة من العظماء اللي على رأسهم أبو البحتري بن هشام، حينما اجتمعوا وقالوا رسول الله هذا القلب. اقتراح الآيات من المرسل إليهم يطلبوها من الرسول ليطلبها من ربه، معناه أنهم يريدون دليل تصديق على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. ودليل التصديق على النبوة إنما كان في المعجزة التي يأتي بها الرسول في أمر نبغ فيه القوم وعجزوا عن أن يجاروه فيه، ليثبت لهم أن ذلك جاء من عند ربهم القوي. ومعنى هذه المعجزة أنها تقوم مقام قولك صدق عبدي في كل ما يبلغ عني. وما دامت المعجزة جاءت لتصديق الرسول، فهل هناك معجزة أولى من معجزة؟ أنتم نبغتم في الكلام فجاءت المعجزة من جنس الأمر الذي نبغتم فيه وعجزتم عنه، يبقى كان يكفي هذا في أن يكون دليل على صدق الرسول في البلاغ عن الله. وأيضا جاء لكم بأشياء غيبية لا يمكن أن يطلع عليها إنسان، لا في القديم الذي حدث قبل أن يوجد، ولا في الحديث الذي سيحدث بعد أن يوجد. يبقى إذن دليل تصديق الرسول في المعجزة قائم. فما الذي جعلكم تقترحون معجزات أخرى؟ إيه المعجزات اللي أنتم طالبينها؟ قالت الملائكة ينزلوا يؤيدوه يقولوا له صادق. قلنا وما منع الناس أن يؤمنوا إلا أن قالوا إيه؟ بشر رسوله. طب عايزين المال إيه؟ نريد الملك. تقول له الملك، هل أنتم ترون الملك على حقيقته؟ لا نراه. إذا لو أحببتم أن تروه يبقى إيه؟ لازم يتشكل بشكل رجل، ولو جعلناه ملكا. وما دام هنجعله رجل، إيه اللي يخلينا نثبت لكم إن إذا ملك يبقى إذا مش نفعل إيه الموضوع ده؟ طيب أو نرى ربنا. طيب هل سبق أن فيه رسول وجاء ربنا وطلع كده وقال هذا رسولي؟ طب ما إذا كان هيطلع ربنا ويقول لكم إن ده رسولي، طب ما يخاطبكم التكليف بقى مباشرة تنتهي المسألة، يبقى هيعوز ليه بقى ما يقول لكم ما دام أنتوا عايزين ربنا يواجهكم من المواجهة دي؟ هل سمعتم أن حاجة حصلت، ملائكة حصلت تنزل مع الرسل، أو أن الله يجي مع الرسل؟ ما سمعتوش. يبقى ما دام أنت طلبتم شيء لم تسمعوا به يبقى دليل على أنكم إيه؟ تتلكؤون. واستكبرتم أن تؤمنوا فجبتم بحاجة مستحيلة أنها إيه؟ أنها تحدث. قال الذين لا يرجون لقاءنا، كلمة لا يرجون لقاءنا ليه؟ لأنهم يكذبون بالبحث فما عندهمش فكرة أنهم يلتقوا، أو هم برضو عندهم فكرة البعث لكنهم لم يعدوا نفسهم لهذا اللقاء، فيخافون من هذا الإيه؟ فيخافون من هذا الإيه؟ من هذا اليوم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا، ما هو اللقاء أول؟ اللقاء العلماء بقى عملوا فيه ضجة بحث وحوار وأخذ ورد، وطولوا المسألة على المسلمين وخلوا الناس تتشكك في كثير من القضايا. ما هو اللقاء أولا؟ لقيت فلانا، الوصل يعني اتوصل ده بيتقابلوا مع بعض. قال لك معنى لقاء ربنا يبقى معناه ان ربنا يتوصل بهم، يبقى ربنا جسم، وكون ربنا جسم دي ممنوعة، ده المجسمة قالوا ما دام في لقاء ووصل يبقى ربنا ايه؟ مجسم. خلاص كده. قال لك لا، لقاء مش ضروري يعني اللقاء اللي هو الاتصال كده، يمكن الرؤية بس، لأن رؤية العين نوع من اللقاء مثلا، وده اللي قالوه أهل الإيه؟ السنة. جم المعتزلة قالوا ولا الرؤية كمان، ما تنفعش الحكاية، لا يلقونه وصلا ولا يلقونه إيه؟ رؤية، لأن الرؤية الرائي يحدد المرء، ومعنى يحدد المرء قدامه كده أهو يبقى إيه؟ له تشكل ويسبون محال على الله. وهم أنتم يا معتزلة بتأخذوا المسائل بالنسبة لله كما تأخذونها بالنسبة لمخلوقات الله،
لماذا لا تأخذون كل شيء بالنسبة لله في إطار قوله سبحانه ليس كمثله شيء؟ فإذا كان لكم لقاء ببعض يقتضي الوصل، لله لقاء لا يقتضي الوصل. وإذا كانت الرؤية تحدد فلله رؤية. الله موجود وأنت موجود، أوجودك كوجوده، الله يسمع وأنت تسمع، سمعك كسمعه. طب ولماذا تريد أن يكون لقاء الله كلقائك يقتضي تجسم، أو رؤية الله كرؤيتك؟ يقول لك لا، ده دليل على أن هذا، إن موسى لما سأل الله سبحانه وتعالى أن يرى، يقول له طيب تعالى، لما سألوا أن يرى ماذا قال الحق له؟ أولا هات السؤال نفسه، السؤال من موسى أرني أنظر إليك. يبقى إذن هو بيقول أرني، يعني كأنني بذاتي لا أصلح للرؤية، فإن أريتني أنت أرى. يبقى المسألة مش من جهة المرئي، من جهة من الآن؟ من جهة الرائي، من جهة الرائي. وهل قرعه الله على هذا؟ قال استكبر وطاع وطاعت عتوه كبيرا كما قال هنا؟ ما قالش له هذا. ليه؟ بس قال له لن تراني، لن تراني مش لن أرى، فيه فرق بين العبارتين. قال له لن إيه؟ لن تراني. يبقى المنع مني أي كمرئي، ولا المنع منك كرائي؟ أنت اللي ما تشوفنيش، وأنا هعمل لك التجربة. أنت أقوى أم الجبل؟ في الجبل. قال له طيب، فلما تجلى ربه للجبل، ناخذ كلمة فلما تجلى ربه للجبل كأن الله يتجلى على بعض خلقه. خلاص، فلما تجلى ربه، يبقى الله يتجلى. يبقى المنع مش من المرئي، المنع من مين؟ من الرائي. وهو قال له برضو أرني أنظر، يعني إن ترني أنظر، تكلم عنه. قال له لن تراني مش لن أرى، هذه واحدة. وبعد ذلك جاءت الآية فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. إذن الله يتجلى على بعض خلقه، وليس الجبل أكرم عند الله من خلق. الجبل مسخر لخدمته، لأن الجبل والدنيا كلها معمولة عشان خاطر مين؟ عشان خاطر الإنسان. يبقى هو الأكرم. أمال إيه الحكاية؟ قال لك لأنك أنت مخلوق تكوينك على إن ما عندكش استعداد علشان تتلقى الأنوار الإلهية. ليه؟ لأن أنا عايزك للأرض، لكن لما هعودك في الآخرة هعدل فيك تعديل بحيث إيه تتغير حقائقك ويمكن لك أن ترى. لكن أنا الجبل هو أنا هتجلى له، يبقى أنا من الممكن أن أتجلى على بعض خلقه. لكن المخلوق يصبر لتجلي عليه أبدا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. الله، الجبل بتجلي الله عليه الجبل الأصم ده، تبقى أنت كنت تعمل إيه؟ يبقى أنت اللي ذاتك الآن ما هي الصالحة لمين؟ للرؤية. وإذا كان موسى قد صعق حينما رأى المتجلى عليه وهو الجبل، فكيف لو رأى المتجلي؟ تيجي إزاي دي؟ ما تجيش خالص كده على الأول. والدليل على ذلك أننا حين نعد في الآخرة إعدادا آخر سيتغير فينا كل شيء. ألا نعد بأننا نأكل ولا نتغوطش؟ طب ما هناكل ولا نتغوطش، طب هات لي في الدنيا. الله، تبقى دي تيجي ازاي؟ اذا هنعد اعدادها. الم يقل الله ما تبقوش تاخذوا احقادكم في الدنيا عشان تعملوها في الاخره، لان انتوا هتتغيروا. ونزعنا ما في قلوبهم من ايه؟ من غل اخوانا، يعني الاخلاء بعضهم لبعض الا الايه؟ للمتقين. يبقى انت هتتغير في تكوينك ولا لا؟ وما لو هتتغير في تكوينك يبقى من الممكن ان ترى ولا ما ترى شيء؟ يبقى من الممكن ان ترى، بدليل ان الله جعل من نعمته على عباده إنه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. مش ضمن الأشياء هي. طب ولما جاء على الكفار إيه؟ قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. طب ما دام الكفار هيبقوا محجوبين عن الرب، هات المؤمنين يبقوا إيه؟ فلو أن المؤمنين أيضا محجوبون لما تميز المؤمن عن الكافر. ده محجوبون إيه؟ انما انت تقول هو يرى، بس احنا هيحصل تغيير في ايه؟ في تكويننا. ده البشر
بيعمل تغيير في البشر علشان يخليه يرى اللي ما كانش يرى. انا مثلا لما يضع بصر وما اشوفش لقدام، البشر يعمل لي حاجه كده في نفسي يخليني لما كنت شايفه. فاذا كان البشر يعمل كده يبقى ربنا في الاخر ما يعملش فيا تكوين بحيث الذي كنت لا اراه وان اراه يبقى اراه. يبقى اذا ما شاء الله يا مولانا. نعم ما شاء الله، ربنا يكرمك يا مولانا يا رب. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربنا. نقول له طيب يا اخويا الملائكه عشان يؤيدوا الرسول تبقى معجزه ولا مش معجزه؟ معجزه. طب ما انا جبت لك معجزه ورفضتها. ولذلك ربنا اجاب عن الايات اللي بيقترحوه لن نؤمن لك حتى وحتى وحتى وحتى. قال انا استطيع ان اتي بالايات اللي هم بيطلبوها، انما ليه ما بقى جبتها شيء؟ قال لك لان ايات المعجزه مش اقتراح من المرسل اليه، ده تفضل من واهب الرساله له، هو اللي يجيب الايه اللي على كيفه. وانا اقول لكم طب ما وما منعنا ان ناتي بالايات اي التي اقترحوها؟ ايه اللي منع؟ الا ان كذب بها الاولون. طب ما اقترحوا ايات برضه وجت ومع ذلك ايه؟ كذبهم. يبقى المساله تعنت واستكبار ولا لا؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل انزل علينا الملائكه او نرى ربنا ليقول هذا رسولي. نقول يا كما لم وصلت الى ان يخاطبك الله وان تراه ويقول لك ده رسولي، طب ما يقول لك الحكم اللي هو عايزه وتنتهي المساله، ولا رسول ولا اي حاجه بس تنتهي. امال ايه العله بقى الحته؟ قال لك لقد استكبروا في انفسهم. استكبروا، ما معنى الاستكبار؟ ماده الكاف والباء والراء تاتي بمعاني. فان قلت كبر يكبر يبقى في حجمه وجرمه وعمره. كبر الغلام، كبر الغلام يكبر. وان قلت كبر تبقى عظمه في ذاته. يبقى في كبر يكبر ده في السن والايه؟ والجسم. وكبر يكبر، ولذلك هناك كبرت كلمة تخرج من افواهه. كبرت كلمة تخرج. طيب ادي ايه دي كبرة وادي ايه كبرة؟ عرفنا ان دي للجرم وللسن ودي للمكانة والعظمة. طيب وتكبر قال لك فيه صفات الكبرياء ولكنه اظهرها للناس. يبقى تكبر اظهر ايه؟ صفة الكبرياء. طب واستكبر قال لك هو ما عندوش مؤهلات الكبر انما طالب انه يبقى كبير. ما شاء الله. ادي معنى استكبروا في ايه؟ مش في حقيقة تكوينهم، استكبروا في مين؟ في انفسهم. والاستكبار يعني قال لك استكبروا انهم يتبعوا هذا الرسول. كبيرة عليهم انهم يبقوا تابعين لهذا الرسول وهم شايفين ان في ناس احسن منه اغنى منه. وقالوا لولا نزل هذا الايه؟ القرآن على رجل من القيرتين. ايه؟ يبقى اذا كبر وكبر وتكبر واستكبر. استكبر يعني ما عندوش رصيد انه ايه؟ انه يتكبر. ليه؟ قال لك لان اللي عايز يتكبر تكون مؤهلاته في الكبر ذاتية مش موهوبة من الغير. ولذلك تيجي تبص كده تلاقي واحد عامل فتوه في الحاره ومسكد الحاره مسجدها، وبعدين جه واحد فتوه انقح منه ودخل عليه بعد ما كان قاعد بقى يعني كده ايه يعمل ايه؟ يتمش. اذا المتكبر بلا رصيد غافل عن كبرياء ربه، لانه لو كان مستشعر بكبرياء ربه يستحي ان يتكبر. ولذلك اهل الانكسار دايما ليه منكسرين؟ ليه؟ مستشعرين كبرياء الله. انما اللي يتكبر مستشعر بان حد كبير عنه يتفرغ. لكن لما يجي واحد كبير عن واحد عامل فتوه بقى في ناس وعمال يقول لهم واعمل وازمل وبعدين دخل عليه واحد فتوه انقح منه يعمل ايه؟ يسكت خالص. لكن لما يكون لوحده ايه؟ يبقى اذا المستكبر في الارض استكبار بلا رصيد، لان بتستكبر استكبر بحاجه ذاتيه فيك بحاجه ما تسلبش. فان استكبرت بغناك ممكن الغنى يسلب تقول له احكي عليك، استكبرت بقوتك ممكن ايه يمرض، استكبرت بعلمك يمكن ينزع العلم اللي كان لا يعلم من بعد علم شيئا. الله. اذا الاستكبار انطلب ان يكون كبيرا بدون ايه؟
رصيد. انما تكبر معناه انه عنده ايه؟ رصيد. ومن لطف الله بالخلق ان يكون لله كبرياء وله تكبر. عظمة النعمة للخلق ان ربنا ايه؟ له الكبرياء ويتكبر، يعلن تكبره. ولذلك يقول الصفة دي من نازعني فيها ايه؟ ليه؟ أم قال لك هو عاملها جبروت على الخلق؟ ده عاملها رحمة للخلق، لأن الخلق كلهم بفتواتهم بأغنيائهم بأقوياهم حين يعلمون أن الله له الكبرياء المطلق كل واحد يرى عن ساوي، محدش يقدر يعمل حاجة. يبقى رحمة بالله بالخلق أن يكون الله إيه؟ أن يكون الله متكبر. وإحنا قلنا حتى في غير يقول لك ده اللي مالوش كبير يشيله كبير. ليه؟ لأن لما يكون كبير في البلد يبقى الكل إيه؟ خايف منه وكل واحد يرعى مساوي. انما لما يبقاش فيه كبير ايه اللي يحصل؟ الكل بقى اللي اقوى من واحد ياكله. اذا من عظمة الخلق عند الله ان هو يبقى المتكبر الوحيد، عشان كلنا نبقى سواء، مفيش واحد له حاجه. فالناس تاخد انه الكبرياء لله، زي يقول لك كبرياء لله، نقول له ايوه هذا الكبرياء لله تواضع لخلق الله، يبقوا تواضعين وراضعين مساوي وكل حاجة. لأن لما يكون واحد قوي تقول له لا يسكت على طول، لكن لما يكون شيء يبقى إذا نعرف أن التكبر في الله إيه؟ من صفات الجلال اللي إيه؟ اللي جاية لنفع الإيه؟ اللي نفع الخلق، جاية لنفع الإيه؟ نفع الخلق. لقد استكبروا في أنفسهم، يعني مستكبروا من غير رشيد، من غير ما عندهمش ايه؟ ان في صدور الا كبر ما هم ببالغين، ما عندوش مؤهل للكبر عليه. ولذلك احنا قلنا ان في واحد يبقى فيه في ظاهر الامر مؤهلات كبر، كان يكون قويا كان يكون غنيا، مش كده؟ ولذلك قلنا ان ربنا بيبغض مين؟ يبغض الغني المتكبر، مش كده؟ ولكنه يبغض الفقير المتكبر اشد. ياخذوك عنده شويه غنى عمل بهم اي من انت بايه اهو كده اللي استكبر في نفسه معناها هكذا. نعم. لقد استكبروا في انفسهم وعتوا عتوا كبيرا. عتوا بالغوا في الظلم والتحدي، وجاب للمصدر وقال عتو، ومش بس كده قال عتى يعني تجاوز الحد في الظلم، وجاب المصدر قال عتى عتوا. اوعى تقول ده كده كده ولا كده، عتو على اصله يعني، وعتو وصف بانه ايه؟ كبير. ليه؟ لانهم مش تعتوا على بعض، بيتعتوا على الرسول وبعدين بيتعتوا على ربنا كمان، يبقى ده عتو. عتوا عتوا وايه؟ وكبيرا. طيب اذا كانت عتى معناها ان هو بلغ في الظلم الحد، يقول له زي الطاغوت اللي هو ايه ساعه الناس ما تخاف منه كده يزداد ايه؟ يزداد قوه. يقول له طيب ربنا بيقول ايه؟ بلغت من الكبر. طب والكبر احنا عارفين ان الكبر بايه؟ ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيبه. كيف يصف الضعف والشيبة دي بأنها عتية؟ ازاي؟ ده ضعف، وبقول بلغت من الكبر ايه؟ عتية. نقول ايه؟ خد بالك وياه، ده العتي يعني يبقى قوي وجبار، محدش يقدر يرفع راسه وياه، بيظلم كبير قوي. يبقى ما دام محدش بيقدر عليه، نقول له هو الكبر بتاع السن صحيح ضعف، إلا أنه لا توجد قوة تطغى عليه فتمنعه. يبقى الضعف عاتي ولا مش عاتي؟ يبقى ده إيه؟ أدي معنى إيه؟ عتية. ولذلك لما جه وفرعون ادعى ألوهية قال لك إنه إن فرعون لإيه؟ وعتوا عتوا إيه؟ كبيرا. طيب أنتم اقترحتم على الرسول أن يسأل الله أن ينزل عليكم الملائكة عشان يقولوا لكم محمد صادق في البلاغ عنه، مشتهين أو تشوفوا الملائكة؟ ها؟ أنتم مشتهين تشوفوا الملائكة؟ طب إيه رأيكم ما هيحصل؟ وهتشوفوهم، بس هتشوفوهم في موقف تاني بقى. إيه؟ يوم يرون الملائكة لا بشرى، مش في البشريات بل في إيه؟
ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، وبعدين ولو شفتهم هم بينزعوا كده أي أرواحهم مش عارف إيه كده، هم حيقول لكم يا في الموت ساعة ما يجي لكم كده ملك الموت كده وإيه كده، يبقى حيحصل لكم تشوفوا الملائكة، بس مش هتشوفوها بإيه، مش هتشوفوها بخير وبشرى. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لأن الملائكة ساعة ما يجي بشراكم، يقولوا للمؤمنين بشراكم اليوم اللي نزل، يوم الكفار يستشرفوا منهم يقولوا لهم الكلمة دي، يقول لهم لا ما فيش بشرى لكم انتم، يبقى هتشوفوا الايه بس في موقف تاني، كنتم متمنين انكم تشوفوا الملائكة هتشوفوهم بس في موقف ايه. اذكروا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، لانهم لما هيقابلوا مؤمنين يبشروهم اتفضل بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها، انما الكافر ما يبشر بشرى، ويقولون حجرا محجورا. الملائكة هم لما استشرفوا ان يبشروا كما يبشر المؤمنون يقول لا ما فيش بشرى، وهيقولوا لهم ايه، منعوا عنهم كلمة البشرى، وبعدين يجيبوا لهم كلمة تانية، ده هيقولوا لكم حجرا ايه، حجر يعني منع، حجر يعني ايه منع، ومنه الحجر على نحجر على واحد، نحجر على واحد يعني ايه نمنعه من التصرف، فساعة ما يجي شر كده يقوم كانوا في القديم يدفعون هذا الشر، يقول حجرا محجورا يعني ممنوع، يعني انتوا لما تشوفوا افلام ولا تشوفوا اي حاجة الناس اللي بيشعوذوا بالجن، وبعدين تيجي سيرة الجن تقولوا ايه حابس حابس، مش يقولوا كده حابس حابس، لا حابس حابس يعني ايه، يعني يا جن اوعى تقرب، ايه حجر محجور زي ايه زي حابس حابس. ويقولون حجر ايه محجورة، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال لك يا اخي احنا نشوف ناس غير مؤمنين ولهم ملكات طيبة، ازاي يعني؟ زي اللي اجتمعوا وقالوا ان احنا نجتمع علشان اي واحد يظلم واحد نقف بجانب المظلوم عشان ناخد بحقه، مش كده زي حلف الفضول مش كده ولا لا؟ قالوا يبقى عمل طيب ده ولا لا؟ طيب اللي كان بيطعم الطعام ده حتى ان القدر بتاعه اللي كان بيطبخ فيه الطعام للغلابة والمساكين، النبي عليه الصلاة والسلام استظل في يوم قائظ بظله، القدر منصوب كده، القدر ثابت مبني، مش قدر بقى بناخده ونشيله يعني قدر كبير قوي، النبي عليه الصلاة والسلام كان يجي في اليوم القائظ ويستظل بالظل، يبقى ده قدر ايه؟ طب اللي بيأكل بالشكل ده ولا، واللي بيأكل الطرف اللي مش عارف اللي، واللي بيأكل الوحوش الله، واللي بيصل للراحم، واللي بيعمل مش عارف ايه، واللي كل دول عملهم، يقول لك ايوه هو عملهم ان عمل لجاه الدنيا، ويؤكدها قول الرسول فعلت ليقال وقد قيل. اهم قعدوا يقولوا يا سلام على حاتم، يا سلام على مش عارف مين، انت خدت جزاءك، هل صنعت ذلك وفي بالك اله تصنع لمرضاتك؟ الانسان ياخذ اجره ممن يعمل له، انما انت تعمل لحاجه وتيجي تاخد اجرك من حته تانيه، طب انت عملت لله، ولذلك هيقول ايه اعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ايه حتى اذا جاءه ووجد الله عنده، واعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم ايه ولا يقدرون مما كسب، عملوا حاجات كتير انما ما كانش بالهم ربنا، وعملهم واخذوا، ولذلك دي المسألة يجي واحد يقول لي اخي الذين كفروا بالله هنا وهناك عايشين عيشة كويسة وممتعين ومش عارف ايه وعندهم وعندهم وعندهم، قال لك لانهم اخذوا اسباب الله المخلوقة لله ينفذوها كويس، واي واحد ياخذ الاسباب وينفذها كويس، اللي بيزرع ارض ولو كان كافر ان عرف مثلا الارض دي بتزرع بكذا وتتعمل بكذا وتتروي كذا ومواعيد الزرع كذا ودؤوب وبيعرق، يا وانت ان كنت مؤمن بالله وتسيبها ما تاخدش، يبقى فيه فرق بين عطاءات ربوبية للمؤمن والكافر والطائع والعاصي، الذي يحسن الأسباب يأخذها واللي ما يحسنها شيء ما يأخذهاش، فهم عملوا وأحسنوا الأسباب فأخذوا، إنما لما نيجي في الآخرة بقى ما فيش إلا الله، يبقى ما لهمش عنده إيه، فعلت ليقال وقد إيه قيل، يقول لك بقى اللي اخترع
الحاجات اللي ضد الامراض وضد مش عارف ايه وضد ايه ويقضي ده ويقضي على البرهيز او ده ويقضي على الرهقان وده ويقضي على مش عارف ايه وعلى ايه. تقول لي ما يبقاش لهم حاجه؟ نقول لا، ما هم خدوا من الدنيا التكريم وعملت لهم تماثيل وعملت لهم مش عارف ناشين وعملت لهم كتب وارخت بهم وقلت مش عارف ايه وقلت ايه. ومن العجيب ان الكافر اللي يرى صنعه واحد بشر ويقعد يقول لك مين اللي صنع دي، ويقعد هناك في درويت في درويت تلتفت تلاقي كل صنعه من الصناعات لها ترقي، من اول الغساله اللي كانت بتغسل كده على الحوض على الميه في الترعه وتعمل بايدها لحد ما جاب الغساله والمجفف تي 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 والخياطه، كل صنعه من الصناعات فيها ايه؟ تطور. هو ده من اللي طور دي واللي عمل دي واللي عمل دي تقول له يا اخي بقى الصناعات التافهه اللي كنا مستغنين عنها لاننا كنا عايشين قبل ان توجد. قبل ما توجد غساله كنا بنغسل برضه مش كده ولا لا؟ وقبل ما توجد بوتاجاز كنا بنطفي على الحطب. اذا عملت ايه؟ طرف في الحياه ولا ضروره في الحياه؟ اما ابدا طرف في الحياه لا ضروره بالايه؟ اللي عمل العمليات دي وعمل له تاريخ وكل واحد بيقول لك فلان اللي عمل كذا وفلان عمل وفلان اللي خفف الابره وخلى فلان اللي عمل مش عارف العين مش عارف ايه وفلان اللي عمل المكنه الخياطه وفلان اللي عمل مش عارف ايه الله 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 كل واحد له معروف. طيب يا اخي الصناعات التافهه قعدت تدعبس عشان تعرف تاريخها ومين اللي عملها؟ بقى اللي عمل لك الشمس ما تشوفش مين؟ تبقى ده قصور في البحث ولا لا؟ قبل ما تبحث في من صنع الترفيات ابحث في من اوجد لك الضروريات اللي انت طرأت عليها. ما شاء الله. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فكأن الله لم يجحدهم عملهم. لم يجحدهم ده ابو لهب اللي وقف من رسول الله هذا الموقف وربنا ينزل فيه ايه تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب، لانه اعتق ثويبة جارية حين بشرته بميلاد محمد بن عبد الله. لما بشرته بميلاد الله روح انت يعني فرح بميلاد وقال ربنا يجازيه بان في اليوم دي اللي بشر اللي اطلق ثويبة وحررها لانها قال هنخفف عنه العذاب فيه. الله الله. نعم. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء. انت تستعمل كلمة هباء، ده هباء يعني ايه؟ هب ضايع. ما هو الهباء؟ الاشياء تتبين للانسان اما لان حجمها كبير او لانها قريبة. فان كان حجمها صغير الرؤية تعز. يعني انت لو طار غراب في وسطنا كده نشوف، لو طارت حمامة برضو نشوفها، لو طارت عصفوره ايه شوف، لو طار دبور نقدر ايه نشوف، انما طارت ناموسه ما نقدرش مع ان الجو واحد اهو. يبقى اذا الشيء يختفي ليه؟ لانه صغير التكوين ما نقدرش. لا انت خلاص كده. ولذلك اخترعوا اشياء لذي سموها الايه المجاهر والتلسكوب. فإن كان الشيء يختفي عن عينك لأنه دقيق أوي 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 فيه ناموس تقدر تشوفه هو بيمشي كده، وفيها مش ما تقدرش تشوفه، كل ما يصغر إيه ما تشوفوش، وفي شيء هو كبير بس بعيد. بعيد يعني إيه؟ بعيد عن مخروطية الضوء، لأن الضوء بيعمل كده. أنت لما تحط عينك على ثقب باب، ثقب الباب يبقى كم؟ قطره سنتي. انما لما تبص من ثقب الباب تشوف قد ايه. اذا الشعاع عامل كده كل ما يطلع يطلعش كده. فلما يحبوا يخلوك تشوف الصغير يجيبوا ايه حاجه تكبره تقوم تشوف، ولما يحبوا يخليك تشوف البعيد يجيبوا حاجه ايه تقرب. ففيه تلسكوب وفيه ايه مجهر، مش ده اللي بيحصل؟ تعالى بقى احنا قاعدين في الاوضه، والاوضه بقى ما فيهاش لا ذبابه ولا عصفوره ولا ناموسه كبيره ولا اي حاجه، ولا مفيش حاجه فيها خالص. وبعدين ما تشوفش فيها حاجه، فاذا فتحت قوه من الجدار كده ونفد منها شعاع الشمس بيعمل ايه؟ بيعمل مخروط اللي انت ما كنتش تشوفه
الجمل تشوفه بالمقروط الضوئي ده اهو ده الهباء. يبقى الهباء هو الشيء الذي لا يرى لدقة تكوينه ولا يرى الا اذا وجدت حزمة ضوئية قوية تخليك تشوفه. ما تقدرش تجمعه. قال لك برضو نقدر نجمعه ازاي؟ قال لك يا اخي بيجيبوا فلاتر دلوقتي فلتر ايه ويخلي الحاجات دي ايه تلزق وتتكون. كله صحيح. هو هباء لا يدرك الا بحزمة ضوئية ايه قوية ومنصور مشتت ومش ثابت عمال ايه تشوف عمال بي ايه ايه اللي بيحركه كده. ده الأوضة سكنة الهواء. يبقى دليل على ان برضو في هواء وان كنت لا تشعر به. في هواء وان كنت لا ايه لا تشعر به. طب وهباء منصور؟ قال لك ايه ما تقدرش تجمعه. قال لك طب ما الفلتر بيعمل ايه؟ ما الفلتر بيجمع الهباء ده كله. وعلشان نقاوم ننظف الهواء من الاشياء اللي عالقه به بيجيبوا البتاع الفلتر ده. يقول لك الفلتر ده فيه مسام اسفنجيه تقوم تخلي الهواء يدخل ويحجز مين مهما صغر. تقول له ما دام فيه مسام كل ما تصغر المسام بتحجب ويحجب على قدر اللي ما ينفدش من مين. وعلى فرض انك جمعته في الفلتر كده ونفضت الفلتر وطلعت قلت لي هو ده ايه ده الهباء. نقول له طب تقدر ترد لي كل ذره هباء الى ما طارت منه؟ مش ممكن. ادي هباء منصور. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء ايه منثورا. بعدين بقى نقول ما دام هيعمل كده للكفار يبقوا المؤمنين بقى المقابل ايه. عادة الحق سبحانه وتعالى لما يتكلم عن موضوعات متقابلة يقوم يجيب التقابل علشان يبين الايه يبين الفرق. يقولك فليضحكوا قليلا ايه وليبكوا كثيرا ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. عشان ايه ينقلك نقلة فيها شيئين اثنين. المؤمن اللي في نعيم يقول يا سلام باين ربنا نجاني من النار ده ايه ادي نعمة. وبعدين اداني النعيم ادي ايه ادي نعمة تانية. طب والتاني اللي يشوف يشوف يا خرابي بقى الكفر منعني من النعيم اللي هم عايشين فيه ده وجابني في النار دي. شوف المسائل متناقضة ازاي. وبضدها تتميز ايه وبضدها تتميز الاشياء. يوم ربنا ما دام جاب سير الدول بقى وقدمنا الى ما عملوا فجعلناه هباء منثورا الى اخره. يقول طب والمؤمنين ايه حالهم؟ يبقى ده اوقع في نفس المؤمن ايه وانقع في نفس الكافر. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا اصحاب الجنه يومئذ خير مستقرا. احنا قلنا كلمة مستقر المكان الذي تستقر انت فيه. والانسان لا يؤثر الاستقرار في مكان عن مكان اخر الا اذا كان المكان الذي يستقر فيه فيه راحة نفسه اكثر من الغير. بدليل انه انضاق الاوضة حر انهم يطلعوا لك ما اقعد كده في البرندة ما اقعد في الجنينة ما الله. اذا الانسان لا يتأتى له ان يستقر في مكان الا اذا كان المكان مديله ايه كل امور راحته. فان ما كانش مديله امور راحته ايه ينزع عن ايه عن مكان. ولذلك يقول لك الارض اللي تضيق بك روح لارض تاني. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا ايه. ان الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض. قال لم تكن ارض الله واسعة فتوفاهم. ما تستقرش فيها بقى. شوف حتة ايه لعمرك ما ضاقت بلاد باهلها ولكن اخلاق رجالك ما عندكش قوة عشان تتحملها روح حتة ايه. يبقى اذا معنى مستقر انه مش هيلاقوا احسن من كده. طيب ادي المستقر. واحسن مقيل. ما هو المقيل؟ مقيل المكان اللي كان يقضي العرب فيه القيلولة. والقيلولة اللي هي شدة وقدة الحر اللي احنا نسميها ايه في عرفنا الايالة. يقول لك ده العفاريت بت ايه؟ بتأيل. الله. ف
تبقى طب هو في الجنة قيلولة وفي حر وفيه مش عارف ده لا برد فيها ومش لازم هرير ولا قال لك لأن القيلولة دي كان محل فراغ الإنسان لذوات خاصة نفسه. ولذلك قلنا زمان إن الأطفال الصغيرين واللي مالهمش قربة لازم يستأذنوا على الدخول على الرجل في هذا الوقت، وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة اوعى حد ولو صغير، خلاص كده ثلاث عورات. يبقى إذن المستقر شيء والاستراحة النفسية الشخصية، لأنك قد تستقر ومعك غيرك، إنما في المقيل ده بقى لي أنا الوقت بتاعنا الخاص، أقلع جلابيتي أقعد بالفانيلا أقعد من غير لب زي ما أنا على كيف أتكح أتنحنح أكح أعمل مش أعمل اللي أنا عايزه. الله، يبقى إذن المقيل ده معناه إيه؟ مقيل مجرور. يبقى هو عنده حاجتين اثنين. ولذلك قالوا في قوله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان، أم قال لك إيه؟ زي ما يكون عندك بستان كده في البيت وأخوانك يجوا تقعدوا فيه، خلاص؟ وبعدين في حته ليك انت خاصه بقى انت واهلك بقى لوحدكم غيرها مش غير دول، يبقى جنه كده للايه؟ للاستقبال بتاع الناس وجنه للوجه. فالمقيل ده حته ايه؟ خاصه. اصحاب الجنه، وكلمه اصحاب معنى صاحب يعني ايه؟ مرافق، مرافق عن حب. فكأن الجنه نشأت بينها وبين ايه؟ من فيها ايه؟ بقت محبه وبقت ايه؟ صحبة. ولذلك احنا حتى في التعبير نقول لك فلان نبى به مكانه، نبى به مكانه يعني كره، ومكانه حب وارتبط به. يبقى اصحاب الجنة دل على ان الجنة عشقت اهلها واهلها ايه؟ عشقوا اصحاب. وايضا دلت على الملكية، لان دي اللي مش لا هيخرجوا منها ولا حتنتهي. أصحاب الجنة خير مستقرا وأحسن مقيلا. كلمة خير احنا قلنا في الدرس اللي فات تستعمل استعمالين اثنين، خير يقابله الشر، فمن يعمل مثقال ذرة ايه؟ ومن يعمل مثقال ذرة وأولئك هم خير البرية وأولئك هم شر. يبقى في خير وقبلوا ايه؟ وفي خير اللي قبلوا برضو خير بس ده أكتر شوية. ولذلك تتميز بمين؟ هذا خير من هذا. يبقى الاثنين ايه؟ يبقى الاثنين، يبقى الخير مطلقا يطلق ويقابله الشر، ومرة يطلق ويقابله ايه؟ خير بس اقل ايه؟ ولذلك قلنا الحديث ايه؟ المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن وفي كل وفي كل خير. يبقى خير الاول بتاع التآفل التفضيل. ولذلك ناس لغة تانية ما يكتفيش كده يقول لك لا بلاش كلمة خير اللي مقابلة للشر، أنا هجيب أفعل التفضيل، يقول هذا أخير من هذا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. برضه هيجي لكم الملائكة، مش الشايات أنكم تشوفوهم، هتشوفوهم بس في غير إيه؟ في غير مسرة ولا إجابة سؤل منكم. ويوم تشقق السماء بالغمام، السماء سقف المحفوظ اللي لما تبص للسماء لا تجد فيها ايه؟ لا فطور ولا شرق ولا مش عارف حاجة كده. ايه لما تكون السماء صافية بص كده لملاسة السماء كأنها ازاي معمولة دي؟ وأولا بلا عمد ولف حوالين الايه؟ حوالين الكون ده كله. ويقول لك ارجع البصر كرتين، يعني مش هنغشك، بص كويس، ينقلب اليك البصر خاسئا وهو ايه؟ اسمع. فالسماء اللي انت شايفها دي على هذه القوه من التماسك الذي يقول الله فيه ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده. ما فيش حد يقدر ايه؟ يمسك. ألم يروا إلى الطير فوقهم إيه؟ صافات. أديك صورة تقول السماء دي مش طايرها ولا مش عارف إزاي ممسوكة ولا أعمل إيه ومش عارف أمسكوا السماوات. الله تقول له إيه؟ تعالى ويمسك السماوات
أن تقع على الأرض إذن فيه إذن أن تقع، وإن السماء تشقق والسماء يحصل لها مش عارف إيه والسماء إيه تبدل الأرض غير الإيه والسماوات. أهو السماء لما تشقق بقى في الآخرة إذا السماء إيه انشقت وأذنت لربها، وإذا الأرض مدت وأذنت لربها. كلمة وأذنت لربها قالوا أذن، أذن له يعني إيه استمع، فكأن مجرد الاستجابة بالسماع، بمجرد ما تسمع إيه تلبس. ويوم تشقق السماء، تشقق بإيه وينزل من الشقوق للغمام. الغمام إيه؟ هل ينظرون لا التاني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل إيه الغمام والملائكة. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، قوة نزولها ايه؟ نزل الملائكة عشان يبشروا بقى عملية يوم الفصل ويوم القيامة والهيصة اللي هيعملوها بقى دي. ونزل الملائكة ايه تنزيلا. هذا اليوم الدنيا كان يملك الله فيها بعض خلقه بعض خلقه، ده ملك وده مش عارف ايه، وان كان ما فيش حد بيملك زي ما قلنا من غير ربنا، تؤتي الملك من تشاء، لكن بيت ملك. فالانسان له ملك وقد يكون له ملك، في الاثنين، ملك بالكسر الميم وايه وملك. الملك هو ما تملكه، ان شاء الله تكون ملك توبك يبقى لك ملك، ولا لا يبقى لك ملك. انما ملك ان تملك من يملك، يبقى فيه ملك وده كل واحد يملك، انما مش كل واحد يبقى له ملك. ملك ان تملك من يملك، واللي بيملك من يملك ده ما خدوش كده، ربنا اللي ايه اللي جابه. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك. ولذلك هناك في النمرود وابراهيم يقول له ايه، الم تر الى الذي حاج ابراهيم ايه ربه ان اتاه الله الملك، هو اللي يدينه. نعم. لكن في الاخرة بقى هنمنع الحكاية الملكية من الباطن دي، بقى اللي بيملك بيملك من باطن ملك الله، لكن في الاخرة ما فيش ملكية من الباطن. لمن الملك اليوم؟ ولا لك ملك ولا لك ملك ولا لك اي حاجة. والى لقاء اخر.